السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنستكمل مجموعة حلقات اللي بتسهم في تسريع الجهاز وتحسين الأداء. النهاردة بنتكلم بشكل أساسي حوالين تنظيف الهارد ديسك. عندنا النهاردة مجموعة من التريكات والنصائح اللي هتنظف لنا الهارد ديسك وتأثر في شكل الجهاز بشكل جيد. هندوس على علامة الويندوز مع الآر، بعدين نكتب تيمب وإنتر. هيدينا فولدر مليان تمبرري فايلز، ملفات مؤقتة، اهو مساحتها كبيرة زي ما انتم شايفين. تمام، عندنا هنا 160 ملف، طبعا انا بمسحها اول باول، ومع ذلك في 160 ملف محتاجين يتمسحوا. هنعمل شيفت ديليت ونمسحهم كلهم، اهو جاري عمل مسح. تمام، بعدين بيتفضل مجموعة من الملفات اللي هي متعلقة بالسيستم مش بتتمسح بنخليها. تمام، تاني حاجة برضو هنروح لعلامة الويندوز مع الآر ونكتب تيمب، ولكن قبل تيمب هنكتب علامة مئوية، وبعدها هنكتب برضو علامة مئوية ثم انتر. تمام، هيظهر لنا برضو فولدر مليان ملفات محتاجة تتمسح. تمام، هنعمل كنترول اي وبعدين شيفت ديليت، اهو زي ما انتم شايفين اكتر من 5000 ملف، كل دي ملفات مؤقتة. تمام، بيتم مسحها، اهو ديليت. برضو هيتفضل لنا كام ملف صغيرين بتوع السيستم بنخليهم. دي كانت أول طريقة لمسح الملفات المؤقتة وتنظيف الهارد ديسك. بعد كده الطريقة التانية بنخش على زيس بي سي، نفتح ماي كمبيوتر، بعدين رايت كليك بروبرتيز على السي الأول حاجة، بعدين نعمل كلين ديسك أو ديسك كلين أب، أهو ويدينا خيارات انت عايز تمسح ايه بالظبط. هنا هو ده، انا هختار كل حاجة، همسح كل الملفات المؤقتة مع ملفات السيت اب لوجز، كل ده انا مش محتاجهم في حاجة. تمام، والكاشات والتمبر فايلز والسب نيلز كلهم هنختارهم، بعدين نعمل كلين اب سيستم فايلز، اهو نمسح كمان حتى ملفات النظام اللي انا مش محتاجها. ده الموضوع ده جميل جدا، بيؤدي الى تأثيرات جيدة على طريقة عمل النظام وبيخليه يتحرك أسرع، لأن الملفات المؤقتة مع الوقت بتشغل مساحة كبيرة وبتؤدي إلى بطء للجهاز. اهو نكمل. طيب نخش كمان هنا على المور اوبشن، هنا هو بيقولك انت ممكن كمان تفضي مساحة اكتر من على الديسك لو انت مسحت الريستور بوينت. طبعا هنا هو انت بتخلي بس الريستور بوينت الحديثة احدث واحدة، وبتمسح الريستور بوينت القديمة، اهو بنختار ونقول كلين اب يمسح لنا الريستور بوينت القديمة. هنا كمان بيقول لك ممكن تفضي كمان مساحة اكتر لو انت مسحت البرامج اللي انت مش بتستخدمها. طبعا هنا يفضل انت تروح للبروجرامز وتتأكد بنفسك وتشوف ايه البرامج اللي انت مش محتاجها، اهو تقول اوكي وجاري عمل كلين اب للديسك عندنا، اهو بيمسح تاني بقية الملفات تمبر انترنت فايلز والسب نيلز، مسح كل حاجة. اوكي ده كان في السي، هنروح على الدي ونعمل نفس الشيء برضو، نعمل ديسك كلين اب، اهو بختار وبمسح كل الملفات ينضف لي الدي. برضه هتاخد شوية وقت حسب كمية الملفات المؤقتة اللي موجودة. تمام، طبعا هنا دي بقالها كتير ما اتمسحتش، انا دايما ببقى مركز اكتر ان انت تمسح السي دايما وتنظف السي. هنا واضح ان في ملفات كتيرة تمبر فايلز موجودة على الدي، جاري بمسح كل الملفات. اهو مسح كل حاجة. تمام، بعد كده هنخش بقى على اعدادات الذاكرة ستورج سيتنجز، ايوه سعه التخزين هنا هوت اعدادات، وهنخش على حاجه جميله اسمها ستورج سنس. هنا هوت ستورج سنس ديت بتعمل عمليات مسح وتنظيف تلقائي للجهاز، يعني بدل ما نعمل كل اللي احنا عملناه من شويه يدوي، نقدر نعمل خيارات هنا ونختار امتى يتم الكلام ده بشكل آلي. اهو بيقول لك ان ستورج سنس طالما انت مفعلها بيشتغل بشكل آلي وبتنظف الجهاز بمجرد ما المساحه بتقل، اهو. وهنا كمان تقدر تختار تشتغل كل اسبوع او كل يوم او كل شهر حسب خياراتك. هنا هو برضه تقدر تختار مسح الملفات المؤقتة، تقدر تختارها برضه تتمسح اوتوماتيك. هنا تختار الريسايكل بن، امسحها بشكل آلي برضه بدل ما امسحها بيدوي كل 14 يوم او كل شهر حسب اختياراتك. هنا كمان تقدر تختار مسح الملفات اللي في الداونلود فولدر بتاع الداونلود،
ممكن تختار تتمسح كل شهر، لان اغلبنا بينزل داونلود كتير وبينساه ما بيستخدموش. وبقى تعمل بعد كده فري اب سبيس ناو، كده هو بينضف لك الجهاز بشكل كامل من كل الملفات المؤقتة والملفات غير المستعملة وحاجات كتيرة انت مش محتاجها وتكون عاملة لك زحمة في السيستم. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.